لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. شوفوا المواقف، مثلا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذا اتحاد اكثر اخوان اللي كان يترأسه الدكتور يوسف القرضاوي، وذرك يترأسه الرويسي وش اسمه هذا اللي المغرب. شوف لما طبعت الامارات داروا بيان اتهموا فيه الامارات بالخيانه العظمى، حين لكن عندما طبع المغرب واش قالوا؟ المغرب انه تطبيع المغرب لا يتناسب مع مكانته، مكانه المغرب، التطبيع لا يتناسب مع مكانه المغرب. وين هي الخيانه العظمى؟ لماذا ماشي خيانه العظمى؟ رغم ان هذه اسوء من تاع الامارات، الامارات مدت حتى ارض عندها الجزر نتاعها محتل، في حين المغرب راهو شرعا في احتلاله للصحراء الغربيه، وايضا تاجر بالقضيه الفلسطينيه، والملك محمد السادس ترأس لجنه القدس. علاش لهنا ماشي خيانه عظمى؟ لماذا؟ لماذا يا اتحاد العلماء المسلمين؟ لماذا اقمتم الدنيا ولم تقعدوها؟ وفي ذلك الوقت على الامارات، وفي ذلك الوقت قلت لهم لا تبالغوا، قد تأتي دول أخرى وتجد أنفسكم في موقف محرج. لذلك أنا أقول أن الدولة دولة راح طبعت هي حرة، ما عدا أنا جزائري، عندما تطبع الجزائر سيكون لي موقف من حقي سواء أرفض أو أقبل، هذا شيء يخصني، أنا جزائري ومن حقي أقول لا ومن حقي أعمل أي شيء ضد هذا التطبيع، ولكن مانيش إماراتي ولا مغربي ولا شيء، هذا أمر يخصهم هما. ولكن قلت لهم التخوين، لانه اذا كان خولتم الامارات لازم تخولوا تركيا، عندها علاقات، ما تقوليش اول دوله مسلمه اعترفت باسرائيل باحتلال الاسرائيلي هي تركيا في عام 48 في البدايه. ما تقولوليش راهو بكري كانوا حكامها اخرين واتاترك وكذا وكذا او الاتاتركيه، والان جاء اردوغان هو رئيس الوزراء، كان وزير اول، زار اسرائيل ووضع اكليل من الزهور على قبر هرتزل. ولكن تركيا في حد ذاتها، تركيا في حد ذاتها خونت الامارات، وشفتوا التصريحات التي اطلقت ضد الامارات لانهم عندهم مشاكل مع بعض، في حين مباركه تطبيع المغرب. المهم انه وزير الخارجيه التركي اوغلو اتصل بنظيره المغربي وقالوا بانه هذا الامر المهم ما يكونش على حساب فلسطين. شوف التناقض. لماذا في الأول مثلا اتحاد العلماء المسلمين؟ اتحاد العلماء المسلمين خون الإمارات لأن الإمارات تعادي الإخوان، وهذا التنظيم محسوب على الإخوان وأبرز قادته كلها من الإخوان المسلمين، فلذلك اعتبروها الاتفاق أو تطبيع الإمارات اعتبروه خيانة عظمى. في حين المغرب لا تخوين، بل وهي هاشتاجات التطبيع خيانة. وين هما الهاشتاجات هذا؟ ما شفنا هاشتاجات، ما شفنا تقارير ومحللين وكذا، بل أن قناة الجزيرة القطرية عندما تحدثت عن هذه الصفقة جابت البارحة، فقط نشوف فيها في الجزيرة، جابت البارحة واحد مغربي يدافع عن الأطروحة المغربية، من المفروض مهنيا وأنت قناة الرأي والرأي الأخ تجيبي واحد من البوليساريو أو على الأقل واحد جزائري. لا ما جابت، جابت مغربي فقط دقائق وهو يبث في الرؤية المغربية ويدافع عن التطبيع ويدافع عن أشياء أخرى. لم يتوقف الأمر عن هذا فقط على تركيا واتحاد العلماء، حماس، حركة المقاومة حماس التي هي حطت نفسها هي أم المقاومة وهي أساس المقاومة وهي كل شيء. شوفوا خونت الإمارات واعتبرت أن ما قامت به الإمارات طعنة غادرة لنضالات الشعب الفلسطيني، هذا مع الإمارات، في حين مع المغرب قالت خطيئة سياسية، رغم أنه التطبيع نفسه زاد لها المغرب أنه يحاول يشرعا احتلاله إلى دولة أخرى، بل أن الإمارات سلام مقابل سلام، قالوا هكذا، وهذه أرض مقابل أرض أو احتلال مقابل احتلال أو سلام مقابل أرض، تمنح للمغرب الأرض هذه وليس إلى إسرائيل. إذن شوفوا الإشكالية، لماذا حماس هنا ما تعتبرش المغرب أنه وجه طعنة غادرة للقضية الفلسطينية؟ لماذا؟ لأن الحكومة إخوانية، لأن الحكومة متابعة جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين المغاربة لديها علاقات مع تركيا، ولديها علاقات مع قطر، ولديها علاقات مع حماس. لذلك لا يمكن أبدا أن تخون المغرب الذي أعلن التطبيع وحكومته من الإخوان المسلمين. لذلك اعتبرتها خطيئة سياسية، ولا هي عقائدية ولا هي شيء، اعتبرتها خطيئة سياسية. والخطيئة السياسية طبعا لا تحاسب عليها لا ولا تخون عليها، في حين الإمارات وجهت طعنة، رغم أن الإمارات حتى هي قالت بأنني طبعت من أجل إيقاف الاستيطان، وهذا طبع اتصل الآخر قالوا أننا نتخلى عن قضية فلسطين. وين هو علاش الكيل بمكيالين؟ إخوان مصر، نرجعوا هضرنا على الإخوان، إخوان مصر. وهنا يا جماعة أنا لا أتحامل على الإخوان ولا أتحامل على أحد، أنا أصور ما هو يحدث على أرض الواقع، وأنت لك عقلك تحب تحكم كما تريد. إخوان مصر، الإمارات، خيانة وسقوط في مستنقع المشؤوم، هكذا بيان، في حين لا تعليق على المغرب. لهذه اللحظة اللي أتحدث فيها لم أعثر على أي تعليق. لماذا لم تعلق؟ لماذا لم أمسوا هذه أيضا؟ راهي خيانة وسقوط في مستنقع مشؤوم. تطبيع مع من؟ مع إسرائيل، مع إسرائيل. أنتم تقولون بأنكم تعادون إسرائيل، ومن يطبع مع إسرائيل راهو قد خان الفلسطينيين، القضية الفلسطينية. علاش تبررون للمغرب ما يعني رفع الحرج أو عدم السكوت عليه، وتبررون إلى تركيا علاقاتها، وتبررون إلى قطر علاقاتها، في حين أطراف أخرى تتطبع. هذا هو. بل تخيلوا لو كان أنا السعودية اللي تعتبع لا أصدر فتاوى بتكفيرهم، وأنا أجزم لك لطلعوا لنا الدكتور يوسف القرضاوي وغيره في الجزيرة يكفر، وربما يفتي بقتل محمد بن سلمان أو غيره، كما أفتى بقتل قذافي من قبل، في حين أن المغرب لا شيء. شعب صحراوي، شعب مضطهد، تعرض إلى تنكيل، ما يتكلموش، وهم يقول لك رانا ندافع عن الحقوق والحريات، ندافع عن الشعوب. لو كان الإخوان، لو كانوا الصحراويين حاكمهم، لو كان جبهة البوليساريو جبهة إخوانية، لكان خطاب واحد آخر. علاش الكيل بالمكيالين هذه؟ إخوان المغرب لما طبعت الإمارات طلع وزير الخارجية ورئيس الحكومة قال نحن نرفض التطبيع، وموجود الفيديو. نعم موجود الفيديو، خليني نسمعه لكم واش قال. نرفض ايضا كل عمليه تطبيع مع الكيان الصهيوني، لان التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والالتفاف على تلك الحقوق اللي هي على كل حال. هذا لما طبعت الإمارات نرفض التطبيع. أين تعليقهم على تطبيع البلد التي هم الحكومة نتاعهم، رئيس الحكومة منهم؟ لماذا؟ لو كان هذا رئيس الحكومة عنده مبادئ، قال بارحة قال أرفض التطبيع، و إخوان المغرب خونوا الإمارات، اليوم طبعت المغرب، لو كان عنده مبادئ أول حاجة يستقيل، والله يستقيل سأحترمه، لكن لأن الأمر فيه صفقة على حساب الصحراء الغربية. لذلك معليش يجوز أكل لحم الخنزير من أجل مصالح تخصني، ولا من أجل أن أشفى من مرض ما أو شيء، أو أحقق مكسب ما، للأسف الشديد. مثلا جدنا المؤتمر القومي الإسلامي في المغرب قال بأن الإمارات والبحرين، تطبيع الإمارات والبحرين خيانة عظمى، ولا تعليق من هذا المؤتمر حول قضية تطبيع المغرب. خلاص، أنتم من المفروض عندكم مبادئ، من المفروض تقولوا هذه الأشياء رانا نرفضها. أنا خونت الإمارات، ما دام أنا خونت من المفروض نخون المغرب أيضا. أنا لم أخون، ما نتكلمش على نفسي، نتكلم على الناس اللي خون. ما دام أن الإمارات طبعت خيانة عظمى، إذا أن المغرب أيضا خيانة عظمى. وش هو الفرق؟ معناها أن هذه الدولة عندما ترتكب خطيئة في مكان ما حلال زواج على سنة الله ورسوله، وكنديروا دولة أخرى معناها زنا وحرام وكذا وكذا وعلاقة غير مشروعة ويقام عليها الحد أملكي. هذه معايير فاسدة. أيضا المهم هذه الإشكالية والراهي، هذا هو اللي قاعد يخدم في التطبيع. لذلك أنا قلت لكم منذ فترة أن الناس الذين شنوا حملات على الإمارات راهم مشكلتهم ليس التطبيع في حد ذاته، أي مشكلتهم حسابات أخرى. عندما يكون هذا الطرف عنده علاقة معهم جيدة يطبع ما يطبعش، إذا كفر ننتقدوك ذاك على هذا لا يليق بك. وعندما يكون هذا خصمي استراتيجي في أشياء أخرى هنا يدير حاجة فقط يعكس نقول لهم راهو زرع كورونا، والآخر كي يعكس نقول له يرحمك الله، ولكن من المفروض تنقص شوي الصوت راك أزعجت. ماشي هكذا. على كل حال احنا جبنا هذه امثله فقط باش نوري لكم بان القضايا قضايا مصالح، لانهم هذوما اللي عندهم يدركون تماما ان تحقيق كثير من المصالح يمر عبر تل ابيب، واللوبيهات الاسرائيليه في الدول الغربيه لديها نفوذها، ومن اراد ان يحقق الكثير من المصالح يجب ان يمر على بوابه تل ابيب. لذلك الدول التي تواليهم يرضوا لها تمر على تل أبيب وتحقق مصالح باش تكون قوة مؤثرة وتحافظ لهم على مصالحهم وتدافع عليهم. أما الدول التي تعاديهم ما يحبوش تمر على تل أبيب حتى تبقى ضعيفة وتتكالب عليها الدول باش ما يبقوا يتهنوا منها ويخلوهم يأكلوا بعض. لذلك القضية ليست قضية مبدأ. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.